فوز ثمين للشبيبة خارج القواعد، ثلاثة نقاط باهية للترتيب وللمورال بالنسبة للجي اس كا نسيف. أكيد أنه بعد الهزيمة نتاع الأسبوع اللي فات ضروري الشبيبة كانت تعمل ردة فعل باش تبقي على حظوظها في بقية المشوار. الفريق فيه كثير عناصر فردية، معناها وليدات بهين كورجية، وشبيبة ديما فيها الكورجية، عندهم شوية بس معناها شوية ثقة، أكثر ثقة ممكن بأجواء يوفروا لهم شوية جو باهي البرة ينجموا يعطيه مردود متميز جدا. المباراة هذه اللي ربحوها باش ترجعهم إن شاء الله للانتصارات، ثقة باش يتكلم عليها المدرب توا أكثر، يلزمها تظهر بالأفعال ما هيش بالأقوال، يلزم يعطيه أكثر ثقة لمدربهم والملاعبين الموجودين. شفنا سمعت أنا الحقيقة المباراة تبعتها بالراديو على خاطر ما كانتش منقولة، حارس الشبيبة عمل مباراة معناها ممتازة جدا، رغم أنه معناها الاستحواذ متاع الكورة كان تقريبا جل المباراة عند الملعب التونسي. الملعب التونسي في المقابل ظهر عليه انه من الفرص اللي ضيعهم خاصة في الفاز دو فينيسيون اللي ملعبيته ما هماش حاضرين نفسانيا، لانه شفنا في بداية الموسم عملوا موسم معناه بداية موسم معناه كبيرة برشا، وعملوا انتصارات مبهرة. علاش؟ على خاطر الثقة نتاع الملعبية كانت عالية، معناه كل شيء يمشي معاه. تحس في الماتش هذا على حسب ما سمعت اللي ثم معناها الملاعبين نقصتهم شويه ثقه. تبقى مبروك للقروان، وحاجه ان شاء الله تكون بدايه البقاء الفعلي، وان شاء الله القادم افضل الملعب التونسي. كابتن، انت كنت تحكي بكري ايضا على الملعب التونسي، نقطه استفهام كبيره على مردوده ملعب التونسي ما قبل الكورونا وما بعد الكورونا. ماهيش نقطه استفهام، ولكن هذه نتيجه طبيعيه. نتيجه طبيعيه، تراجع كبير على مستوى النتائج. نعم، وقت انت كما نعاود كلامي معناها الاداره فلتت في احسن لاعبين لي بوان دو روبير، زيد الكوفيد، زيد كذا، زيد النتائج اللي ما مشيتش. وانا عندي تساؤل معناها توا القادري كان احسن مدرب في تونس في 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 اسبوع، ولا اصبح أسوأ مدرب في تونس؟ ما هذه المزاجيه والانطباعيه معناها؟ هو قدم استقالته كابتن. شوف والهيئه قبلت الاستقاله. خلينا صراحه مع انفسنا، شنو الفرق بين الاستقاله والاقاله؟ نفس الشيء جلال ما عادش في ستاد تونيزيان. خروج مشرف. أه؟ خروج مشرف. ما فماش مشرف، فما خروج خروج، صدقني. أنا كنت مدرب الناس كلها، فما خروج خروج. وهذه هذه التغليفه نتاع اقاله واستقاله أكثر ولا أقل. معناها وضع حد لارتباطه مع ستاد تونيزيان من الناحية المهنية، خلينا نقولوا هكا. ولكن أنا نتأسف معناها عفوا، ولو انا ساتيونيزيا عرفت هالكريز دو ريزولتا يعني هي كي انتم تشوفوا فيه هو مدرب المستقبل، هو مش يبني الفريق، يقعد يواصل. هذا هو نشوفه. تبقى يا اخوي فما امور احنا ما نفهموهاش، وان نتيجه طبيعيه لاكثر ولا اقل، معناها فما مونك دو كونسنتراسيون تاع الملاعبيه. يحتمل زاد لو كلاسمون تاع ساتيونيزيا خرجها من مك التركيز، سي لو فونتر مو دو كلاسمون، لا الفوق لا اللوطة، اصبحت غير معنيه بحتى شيء. نقولها بصراحه، لما تصبح غير معنيه بحتى شيء تفقد التركيز وتفقد موتيفاسيون، ما عادش وتفقد لونفي. اذا الانسان ما عندوش اونفي دو جوي، ما عندوش كذا، وما عندوش تو قبيله الطالبي، انا سمعته الطالبي بور دوري فون دوري، اذا تحب تدوم يلزمك معناها تتعذب، يلزمك كذا ويلزمك كذا ويلزم عندك. انا فاش عجبني تو سامحني مش نعمل معناها نربط هذا بهذا، انا فاش عجبني؟ عجبني في عقله، لا تيليجون، الراجل مثقف، الراجل عامل كونستركسيون دو ساكارير، تشوفه واش يحب يعمل واش يحب يوصل. هذا هو اللي ناقصين تو التوانسه مثلا، ناقصين ايش به برا نهار اثنين ثلاثه اربعه ريزلتا سان مارشو با من لوحوش الدنيا كل سان تونيزي اتونسيون. الناس الكل كنا معناها الناس الكل كانت منبهره بهذه النتائج على المستوى الفردي والجماعي وكذا، تو دانكو معناها هذا كل يمشي، معناها هذا معناها نتيجه الانطباعيه والمزاج اللي الناس قاعده معناها يتصرفوا في هذا النشاط. ما ينقص شيء من قيم جلال القادري. لا جوستومون. مثل المدرب ماك تعرف. مدرب فما دي باساج افيد في الكارير نتاعو، نجم ينجح في فريق ما
تمشي ونجح سما نجح في الملعب التونسي لازم نعترفوا نجح لكن فما كريز دو ريزولتا من بعد اللي ما بينات اسهل حاجه هو المدير سيباراسيون لكن عادي يعني نحب نقول اللي ما نقص حد شيء من قيمه المدرب اللي نعرفه معناه محترم الراجل فقط كلمه ما على انيس البوسعيدي والاستنجاد بابن الفريق أنيس فرصة اللي هو أول تجربة لي أول تجربة باخدم في المنتخب الأولمبي أنيس الناس ما تعرفوش عنده شهيد أوروبية يعني عنده فيكو متاع ملاعبي انترناسيونال وعمل كارير كبير الحقيقة في أوروبا ابن الدار يعرف ممكن العقلية أكثر من ناس أخرين باش ياخذ الفريق في ظروف ماهيش متاع بريسيون بالعكس ممكن هذه أحسن ظرف باش يبدأ فيه مدرب ابن النادي مسحق الدعم متاع الناس الكل لازم يحط في مخاخهم اللي نجم ما تمشيش الريزولتا وقتها المسؤولين لازم يقفوا معاه سورتو كل فريق ماهوش سو بريسيون ماهوش يلعب على حد شيء دونك سي لا بون اوبورتونيتي لأنيس متأكد اللي يعني من الباجاج نتاعو خاطر الناس الكل تعرف أنيس اللي مثقف كروي ان شاء الله ينجح لكن السوتيان نتاع الجمهور نتاع سورتو المسؤولين اي بريمورديال هو سامحني علاش التغيير يصير باش معناها نمشيو من حاله الى حاله اخرى من حاله سلبيه لحاله ايجابيه ما معنى هذا حاله ايجابيه تجيب ريزلتا بوزيتيف يطولوا مال كونسويت الانيس ان شاء الله اول مباراه تاعو فيها نتيجه فماش دعم شو النتيجه هي الطاغيه في العالم اجمع النتيجه لك هو كابتن اكيد باش يصبر عليه لانه اليوم جميل الملعب التونسي تعرف اللي انيس البوسعيدي ما عندوش اربع ايام حريه معناها في اربع ايام باش يغير لازم تعطيه شويه وقت لكن هو الحاجه الايجابيه في هذا الكل اللي فما توجه جديد عند رؤساء الانديه ما عادش يخسروا كالاسامي المعروفه معناها اللي مترسمه عنا نحن في تونس ما خمسه سته مدربين معروفين يقعدوا على البنك يبداوا يصلوا يستناوا اي مدرب يعمل فوبا باش ينقزوا على بلاصه اليوم فما فيزيون جديده فما توجه جديد باش تمشي مانيش نحكي على ولاد الدار من الصدف اليوم كانوا جرمود وانيس البوسعيدي ولاد الدار في الشونجمون صار اقرب معناها اقرب الناس اليك لكن اليوم فما اسامي جديده قاعده تطلع والتوجه حتى كل في العالم اليوم معناها ولد النادي او ولد الفريق اللي لعب وترعرع واللي خلى فيكو باهي عندك في الجمعيه نجم تعطيه فرصه لانه اليوم الجمهور ينجم يغفر البوسعيدي زله ما يغفرلوش الجلال القادر والله انا اشك عربي اشك خاطر شو توفيق خلي الايام توفيق العربي معناها ستونيزي هذا كل احترام لانيس وان شاء الله ربي يوفقك في شغلك وكذا تبخى تقول انت يصبروا عليه ماليش علاش ما صبروش على على ليه معناها القادر باش يصبروا نحن خمسه وسته مباريات لكن ما نجموش يحاسبوه بعد ثلاث ايام معناها باش يكون باش ما يفهمنيش انيس ربي معاك وان شاء الله ربي ينجحك وان شاء الله كذا لكن اليوفي البارح عين كبير اليوفي سي اليوفي اصغر من بوفون أصغر منه بعام مش برشا شو أصغر منه أصغر اليوفي أسمع أوروبا في كوكب آخر ما تقول نحب ونقرب لأوروبا ما عمرنا كنا عملوا حرزة قريبة لأوروبا ما تنجمش تقرب لأوروبا يسمك فيزا باش تمشي ساعة والحاجة يا كابتن خنكملوا ما زالت عنا الماتشوات نمشي والدربي الضاحية الجنوبية ولقاء الأجوار بين نادي حمام الأنف ومستقبل سليمان في ثاني مواجهة بيناتهم اللقاء انتهى بتعادل لم يرضي الطرفين واحتجاجات على الحكم كريم الخميري المباراة تحضرها عاد في جبالي علي حراثي إسلام بن صالح ديربي الضاحية الجنوبية بين حمام لمف ومستقبل سليمان كانت مباراة أجوار بأتم معنى الكلمة رينا فيها تقريبا كل شيء أهداف فرص بالجملة كرة على البار تشنج أعصاب والمطالبة لأكثر من مرة بضرب الجزاء هدف ملغى وورقة حمراء واحتجاج كبير على صفيرة كريم الخمير وبالعودة لأطوار المباراة اللي دخلها أبناء سليمان تحت شعار العودة إلى سكة الانتصارات بعد هزيمة الجولة الفارطة ضد المتصدر الترجي رغم الوجه الممتاز اللي قدمنا مستوى باهي الجمعة اللي فاتت مع الاسبيرونس وما حضرناش الحظ باش خذينا الثلاثة نقاط نتاعنا إن شاء الله اليوم ناخذ الثلاثة نقاط وتكون الانطلاقة نتاعنا بالحق في الفاز رتور نادي حمام لمف تحت قيادة مدربه الجديد شكري الخطوي يسعى لتحقيق انتصار يبدا به رحلة الإنقاذ والخروج من المراتب الأخيرة. ثلاثة أيام ما كانوش كافيين باش نحضروا الماتش هذايا. المدرب معناها ما لقاش اتساع من الوقت باش يبلغ الأفكار نتاعو للاعبين. باقينا خدمنا برشا على الأسبي مونتال وإن شاء الله ربي يجيبنا في السواب. اللقاء اللي بدا بتأخير بعشرة دقائق لإجلاء المدارج من الدخلاء بداوه أبناء القفصي في الهجوم. من الدقيقة الأولى كرة أسامة بن عياد في العمق ما يخلطش عليها رشيد العرفاوي رد الهمهامة يأتي سريع وبعد انذار أول من ماسامبا اللي جرب حظهم البعيد وكورتو في دين المحواشي تأتي كرة الهدف الأول بهتة في دفاع سليمان بعد كرة راجعة بالخطأ فرج الكرماني بخارج الرجل يحطها في الشبكة
رغم محاولة الحارس ويمضي على أول أهداف اللقاء. رد الضيوف كان عبر الكرات الثابتة، والتيجاني أنان أبرز لاعب على الميدان كدباغة علي القاسمي إثر مخالفة مباشرة. ركنية لسليمان والدفاع ينجح في إبعاد الخطر قبل ما يطالب أبناء القفصي بضرب جزاء على العرفاوي في هالعملية. الهدف حسيناه بدأ يسخن لسليمان، وبعد فرصة هي الأخطر من بسام الدريكي، التيجاني أنان كالعادة حركي وسريع يتوغل يمهد الباسكال أوناشي اللي تم عرقلته، والخميري دون تردد يعلن عن ضربة جزاء رفق احتجاج كبير من زملاء القاسمي على خلفية المطالبة بتسلل يسبق العملية. رشيد العرفاوي في التنفيذ وهدف التعادل السليمانية في 25 دقيقة لعب. نقطة تحول في المباراة خلانا نشوف نهاية شوط أول مشوق. نادي حمام لمف يرجع للهجوم، وكرة ربيع بوزيد إثر مخالفة كادت تباغت المحواشي اللي تصدى بصعوبة. تأتي بعدها عملية طالب من خلالها أبناء الخطوي بضربة جزاء إثر استدام بين المعواني وفراش الكرمان، والحكم يطلب مواصلة اللعب. منعرش آخر في المباراة يأتي قبل 10 دقائق على نهاية الشوط، نشاهدوا هالعملية، مخالفة يتصدى لها المحواشي تضرب في المعواني والمطالبة بلمسة يد وضربة جزاء. الحكم يأمر بمواصلة اللعب، هجوم معاكس من سليمان ينتهي بهدف من بسام التريكي، والحكم يلغيه بداعي خروج الكرة من الميدان قبل توزيع. أبناء الهمامة كانوا عازمين على التسجيل في آخر الشوط، وبعد رأسية قاسم العوني اللي تصدى لها المحواشي على نفس المنوال، رأسية ماسامبا تضرب على العارضة وتخلي الشوط يوفى على نتيجة التعادل. مشكي وعود من جديد، وشوط ثاني يبدأ على غرار الأول بنسق مرتفع. التيجاني أنان كان مصدر خطر متواصل على دفاع الهمهام، وفي كل مرة كان يستدم دفاع متماسك وزملائه ما عرفوش يستغلوا على أكمل وجه إمداداته الممتازة، وكورة باسكال في هالعملية سهلة في دين القاسمي. الاحتجاج على زفارة الخميري يتواصل، وأبناء الخطوي يطالبوا مرة أخرى بضربة جزاء بعد تسديد الربيع بوزيد. احتجاجات خلت الأعصاب تتشنج. نلعبوا في الدقيقة 62 واعتداء مجاني من نسيم شاشية على رامي بوشنيبة كلفوا الورقة الحمراء، وهي بالمناسبة ثاني ورقة حمراء على التوالي في صفوف حمام لمف بعد إقصاء الجولة فارتة لعفيف جبيل. سامي القفصي حاول يستغل التفوق العددي بإدخال نفس جديد في الهجوم، يقحم أحمد الفزاني اللي في أول كرة ليه كاد يحدث الفارق، يتوغل من اليسار يمهد الأنان، وهالأخير كورتو تضرب في الدفاع. القفصي يلعب ورقة وليد الظاهري اللي بدوره في أول كرة ليه تسديده القوية تلقى الدفاع في التصدي. مستقبل سليمان يطمع أكثر في نقاط الفوز، ينزل بكل ثقل الهجوم، وبعد كرة مخدومة مليح تنتهي على الظاهري اللي سدد وكورتو تضرب على القاع وترفض دخول الشباك. وهذا هجوم آخر لسليمانية، درب كافي الدفاع المحليين ورامي بوشنيبة المحاولة متاعو ينحيها الدفاع على الخط النهائي للمرمى بعد تدخل الحارس. لتأتي أخطر فرصة للهمهامة، ماسمبا يستميت على كورتو تسديد على شكل توزيعة تضرب على العارضة لمرمى المحوش. آخر كرة في المباراة تأتي من أقدام أنان اللي يطنب في احتكار الكرة ويفلت على فريقه. فرصة الخروج بثلاثة نقاط كانت تخلي الفريق يواصل المشوار في أريحية. في المقابل نقطة واحدة لأبناء الخطوي صحيح توقف نزيف النقاط، لكن تبقى غير كافية في ظل ترتيب الفريق ونتائج المنافسين المباشرين. صحيح قعدنا ونديزيكيليبر بيسكو احنا اللي نجري وراء الثلاثة نقاط في كارتون روج فك الوقت المهم، وين احنا كنا معناتها نلعبوا براتيكمون في شتر تيران تاع الادفيرسير. سي توتافي نورمال سليمان مش تاخذنا سير دو ولا تروا كونتر عادي جدا في الكوره، ما كان تشوف احنا اوفنسيفمون كنا موجود. الفرص الشوط الاول شفت على البار تالق الحارس خسرنا زوج نقاط، هذيك هي كره قدم. اليوم ليسونسييل كنت في الفيسير نشكر في الملاعبيه عملوا مباراه كبيره وربك ماهوش مكاتب مش خذينا ثلاثه نقاط با بلوس. جونا برشا فرص اللي اذا انا قدام الكاج ما حضرتش الريوسيت كيف حتى حملنا في زيون دي زوكازيون اللي جات زوز كره على ترانسفيرسال وعلى البوتو. هذيك هي الكره حظ اوفر للحامل الانف، احنا نخدموا على الريوسيت نتاعنا قدام الكاج خاطر جبنا 3 4 اوكازيون نت دو بوت ما ربي وافقناش. ان بوين خير من خير من 0 بوين، الكونتور قاعد يدور. ومباراه تنتهي باحتجاجات كبيره من ابناء حمام لمف على سفيره الخميري، رافقوا استياء كبير من الاحباء والمسؤولين
خلت الاجواء مشحونه، تواصلت حتى الحجورات الملابس. ديري هذه حمله في اللعب ضد كريم الخميس، زوز بيناتيات ما تعطاوش بيناتيات، ورقه حمراء ما فيها حتى شيء، معناتها جاء وكانه اقل رياكسيون من حمله قاعد يتصرف. بارك الله فيه يعطيه الصحه، انا عمري ما احتجيت وعمري ما تكلمت وعمري ما تكلمت على بتراي، اما اليوم يعطيه الصحه بارك الله فيه. كابتن، تعادل ثمين لمستقبل سليمان خارج قواعده، بينما مخيب للامال او نجم نقولوا بتعمل هزيمه بالنسبه لحملنف في ميدانه. تعرف احنا المباريات الاخيره وفما خمسه فرق تسارع من اجل البقاء، وكل اسبوع ياتي كما نقولوا كالرمال المتحركه اللي تتقلب كل مره، كيفاش كما المره هذيا معنى كانوا حملنف عاملين ياسر على المباراه، والحق يقال قاموا بمباراه ممتازه جدا ممتازه جدا، وكانوا معناه نجموا يربحوا، وكانت حتى سيمان زاد منافس عنيد. ولكن أنا أول مرة باش نتكلم كما رئيس سيد فاضل بن حمزة رئيس حملنف وكل ناس حملنف، وذي راهو كلامي ما عنده حتى أي سيلة بمستقبل سليمان اللي قام بمباراة وقام بمجهود وقام وكذا. باش نتكلم مع الحكم، باش نقول له سيد الحكم هذايا ربي يسامحك، وينك ربي يسامحك، ربي شعملني لك باش تعمل الفتارية هذايا، عملت فتارية ونحمد ربي اللي المباراة ما فيهاش جمهور، أقسم بالله كانت تصير كارثة في حملة. معناها عيني عينك وكأنه جاي بي، ما نحبش نقول كلمة خاطر أنا مسؤول على كل كلمة تتقال، ولكن فما إيحاء في كلامي. هذا الحكم يا رجاء، هذا الحكم مجمد من 1 ديسمبر 2019 بعد مباراة زرزيس وباشا. هذا الحكم عنده سوابق عديدة مع برشا فرق، والمباراة المشهورة الإفريقي ونجم الساحلي وكيفاش تدخل سيسيم الريحي حتى الميدان، أوكي، وبعد هو طلب السماح. ما نحبش نتكلم على المباريات الأخرين. أنا عندي سؤال، هذايا الحكم اللي هو مجمد، ما معنى مجمد؟ معناه قام بأخطاء فادحة، مجمد منذ ديسمبر، جانفي، فيفري، مارس، أفريل، ماي، جوان، جوي، أوت، 8 أشهر تعطيه مباراة هامة وهامة جدا، اللي هي هامة بالنسبة لسليمان وبالنسبة لحملنف، فهمتي ولا؟ وزيد نعاود راهو يا سليمانية ما عندكم حتى دخل في الأمور نقول فيها. أنا هذايا يا معناها أنا نتجه المسؤولين، وحملنف توا بون مش نتشكاو مش ينحيو هي وبعد، احنا خسرنا بون. هو الكابتن الماتش مش تلفزيوني، أنت مشيت تفرجت فيها؟ أنا ريتو على الواحد تاع حملنف خاطر مصور وفما ضربات على العارضة والواحد وكذا، بون ما ريناهمش هنا، ولكن مش هذا الموضوع. الموضوع ربي يسامحك، ربي يسامحك اللي عملته في حملنف، اللي أنا معناها تقول عمري ما ريت حكم جاي حملنف بهاته، سيت مساكر عملت، أم مساكر الله يهديك الله يهديك. وإحنا في حملنف راهو عمرنا ما نتكلموا على الأربيتر، وحملنف في تاريخها تحت مرتين تحت في تيران تاعها وصفقنا على الربح. أنت تو تحكي كمحب مش كمحب لحد رياضي. لا لا أسمع، تو رياضي ومحب أمشي أقول لك عليه، خاطر عايشكم وأنا عندي نداء في آخر الموسم، آخر الموسم عايشكم الفوق بون ترجي 12 نقاط، ولكن فما مراكز نتاع كأس عربية وكاف وكذا، يلزمنا اتونسيون اون في اتونسيون بوكو تشوز. بالنسبة للهاو الواحد، بالنسبة للقاع قروين حملنف متلوي تطاوين كي دوتر بنزرت الكلهم معنيين، وانا ان شاء الله هذوما الخمسة فرق حطوا لهم ديزربيتر، اعطيهم حقوقهم الكل، ما تظلموا حتى فريق، واللي يستحق باش ينزل يستحق كرويا وليس كوليسيا افيك لي كوليس، ولا دون لي كوليس بليتو، ولا وربي يسامحك وربي يسامحك، اما حملنف عمرها ما تسامحك. هذا بطبيعة رأيك كابتن، واللقطات احنا حاولنا نعديو اللقطات اللي عندنا بما انه الماتش ما تعداش في التلفزة في المباشر ما نجموش نعديو الفيديو نتاعو. خالد تفضل كلمة بس على شكري بخذية الجمعية يمكن 4 أو 5 أيام. بارك الله فيه، شكري سامحني، صح عمل شغل كبير شكري عنده خبرة من مدربين توا، معناه
كما يقولوا احنا اقدم المدربين اللي طلعوا في السنين الاخرى وكل شيء تبارك الله عليه يخدم في خدمه كبيره برشا وعنده خبره في 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 الكوره في تونس دار على برشا جمعيات وين مشى خلى بسم نتصور هو توا في حمام لنف معناها على الماتش اللي معناها حتى على اللقطات فهمتني على الماتش نتاع اليوم نتصور شكري بشي ان شاء الله بشي منع الحمام لنف لا اكيد هي عولت على خبره هذا المدرب لتصحيح المسار بالنسبه اختيار اختيار مناسب معناها في ثلاثه ايام يعطيه الصحه شو نقول لكم اللي سانك الخمسه فرق اللي تلعب على التيح راهو نتيجه تاع واحده تاثر على الاربعه صحيح سي تري تري امبورتون تفهموني مليح فما با هكا ونسكت وكلمة على مستقبل سليمان انت لا مستقبل سليمان احنا قاعدين نحكيو على الجمعه اللي فاتت انت قلت لي ترجي قلت شوف ديال سليمان انا محايد معناها سليمان عجبتني برشا الحق من عم ناول وسليمان حتى في ديفيزيون 2 وقت يطيح التطاوين تعقلوا طيح التطاوين في الكاس التطاوين وقتها معناها يثيرني فيها القصري جكروا وكانت معناها مسيطره معناها من الفرق البارزه يعطيهم الصحه سليمان في العام الاول بالرغم اللي خرج عليهم بن حموده ولكن معناها حافظوا على الاستقرار وحافظوا على واحد برافو سليمان وذاك سي تو سكو جو بو دير اذا نكملوا نمشيو مع المباريات مباراه النادي الصفاقسي والنادي البنزرتي سبع دقائق وقت بدل ضائع اضافها الحكم اكثر تفاصيل عن هذه المباراه اللي باش نحلوها بعد فنيا مع محمد خليل بن صالح عماد زهمول مفيد الزواغي نضال بن حميده قمة لقاءات الجولة الخامسة إياب جمعت اليوم نادي الصفاقسي بالنادي البنزرتي في مباراة حملت شعار ممنوع الهزيمة النادي الصفاقسي المطارد لصاحب الطليعة الترجي الرياضي كان مطالب اليوم بكسب نقاط الانتصار في انتظار الكلاسيكو يوم الأربعاء القادم النادي البنزرتي اللي حاول تيتل الأسبوع الفارط تجاوز العديد من الصعوبات قيس اليعقوبي يعوض الحدوسي وحملة تضامنية شهدتها مدينة بنزرت مساندة الفريق ماديا. تفاهمنا مع شكر خاطري من البالي الاولى كما قلت نحن ما صار الاتفاق ومن بعد في الاخر حاجه تبدل كل شيء. كلمنا سي قيس العقوبي كان بور خويا قال جسيابي انا جمعيه كبيره ونجي راني وقال لك نكمل المرحله هذه. فما مو تعرف كونت حل من الفيدراسيون من العنسي وادي الجيري هكريت يعني تو الوضعيه الحاليه كما قلت الناس كل تحب تفعل جمعيتنا الناس كل احنا بدنا احنا نطالبوهم رئيس سيابي للناس الكل. نسق باتي مع بداية المباراة باش نسجلوا أول فرصة جدية كانت في 18 دقيقة يوسف فان بنجي يتوغل يسدد على اليسار حارس النادي الصفاقسي خرج كرة بصعوبة للركنية الإجابة تأتي من جاسم الحمدوني يسدد كرة على الطاير فرصة مرت بعيدة على الحارس علي العياري نفس اللاعب كان قريب من التهديف إمكانية افتتاح النتيجة تضيع الحمدوني الإرهاق كان واضح على اللاعبين شوط أول كان دون المتوسط ينتهي بتسديدة من رايد دربالي ما شكلتش خطورة على حارس نادي الصفاقسي شوط ثاني يرتفع فيه النسق تاندياي ينفذ مخالفة رأسية محمد علي جويني على القائم الأيسر لعلي العياري دقيقة بعد جاسم الحمدوني بمجهود فردي يسدد كرة على الشباك الجانبية لحارس نادي البنزرتي تغييرات بالجملة في صفوف فريقين أول ظهور للجزائري زكريا بن شاعة بألوان السي اس اس كاد يتجسم بهدف للنادي الصفاقسي بعد لقطة فنية ممتازة من المهاجم الجزائري. ثم التسديدة من الحرزي كرة ترجع من دفاع النادي البنزرتي الضغط يتواصل من هجوم النادي الصفاقسي كرة ياخذها الحباسي من الجهة اليمين يسدد باليسار فرصة كانت تعطي الأسبقية للسي اس اس. مرة أخرى النادي الصفاقسي ضيع إمكانية التهديف بعد كرة أخذها الحرزي من اليسار يمهد لتانديا مهاجم سي اس اس يقطع الشباك سبعة دقائق يضيفهم الحكم نعيم حسني كوقت بديل كانوا بمثابة النهاية المثيرة للمباراة انطلقت بنسق بطيء وانتهت بنسق جنوني محمد حبيب يكني مهد كرة لآدم الرجيبي حارس أيمن دحمان يفسخ هدف محقق للنادي البنزرتي ردة فعل سريعة للسي اس اس وبنفس الامتياز علي العياري يحرم النادي الصفاقسي من هدف بعد تسديدة قوية من محمد علي طرابلسي آخر فرصة في المباراة كانت للنادي الصفاقسي كرة راجعة من الدفاع محمد بن علي يسدد القائم الأيمن يحرم النادي الصفاقسي من الانتصار ويفرض على الفريقين تقاسم نقطتي التعادل في مباراة
مكن فيها المدرب قيس اليعقوبي من تجاوز فترة الشك اللي مر بها الفريق، وقف ابن الدية أمام منافس كان قادر اليوم على حسم نتيجة المباراة في العديد من اللحظات. الصعوبة ما عادش نجم نحكي عليها توا على خاطر دخلت أنا صحيح، دخلت في المعمعة ودخلت للمخاطرة ومتحمل مسؤوليتي مع مجموعة متاع رجال زادة متحملين مسؤوليتهم معايا. أنا رارمون وين شفت لاعبية تسعة شهور ما يخلصوش وما يفسخوش عقودهم ويقعدوا عندهم روح الانتماء. البطوله ما زالت لها 8 مباريات، 8 مباريات كلهم جوابل. عندنا معناها ماتش مع معناها ترجي، احنا الهدف نتاعنا هو انه ما نهبطوش على المنا الثاني. الامور معناها توفيدنا، ومعناها ان شاء الله في المباريات الجايه ناكدوا ان تصفاقسي بالحق معناها عمل تحضيرات معناها جيده، ومعناها ان شاء الله تكون مباراه في صالحنا ان شاء الله. عندنا ملاعبيه رجال، عندنا من احسن ملاعبيه في تونس، نقصتهم جوست الماديات مش ندعموهم مش نشجعوهم، وبقدرة ربي ما وعدونا مش بقدرة ربي الجولتين الثلاثة اللي جايين السيابات تكون تقعد في بلاصتها. نقطة ثمينة خالد يروح بها السيابي، بينما التعادل هذا أربك شوية نادي صفاقسي، خاصة عدم رضا الجمهور بعد تعادل الجولة الفارطة وتعادل على ميدانه هذه الجولة. صحيح، هي النقطة الحقيقة ثمينة بالنسبة لنادي البنزرتي، وتفكير قيس العقوبي كان واضح من الوقفة متاع الفريق أنه ساعة ما نخسروش، ندافعوا مليح واللي باش يجي مبروك، وهذا اللي نجح فيه أنفا الفريق اللي في فترات كان زاد قريب أنه يسجل ويربح المباراة. دونك التفكير متاع كل مدرب نجم تقلقلوا لين تفهموا. البوسيسيون بالون الحقيقة كانت عند السي اس اس برسك الماتش بكل، حاولوا باش يتعداو على الجناب سورتو الجهه اليمين نتاع بن علي والحمدوني كانت نشيطه برشا، لعب اكثر شيء على التوزيعات، لكن لهنا الدفاع نتاع نادي بنزرت الحقيقه كان واقف كما يلزم. دونك الشوط الاولاني لو نجموا نقيموه نقولوا شوط متوازن تقريبا، فرصه للنادي البنزرتي بعد يعني كما قلنا يزون اوبتي بور ان بلوك ميديون با يفك الكره وديريكت يلعب الكره للمهاجمين، كانت فرصه خطيره للمبنجي اللي في الدقيقة 18، بعدها ما ريناش الحقيقة نسق كبير فيو التقطعات. يعني تو الميزة ممكن نتاع المباراة نتاع البطولة نتاع الكل اللي تقريبا كل 5 دقائق يا لاعب مصاب يا فما بوز، الحقيقة ما فماش الدوميناسيون ما تراهاش. ممكن الشوط الثاني كان أحسن، نادي صفاقسي الحقيقة كان أفضل في ال 20 دقيقة الأولانية، ضغط عمل برشا فرص كان هو الأقرب باش يسجل. لهنا ممكن قيس بدا يخم في التغييرات وخم في النفس الهجومي، واحد منهم رجابي الحقيقة اللي أعطى نوعا ما نفس هجومي للسي بي مع الصعود نتاع الظاهرين نتاع نادي رادي صفاقسي، وجات فرصة لو اليوم نقيم المباراة تلقاها أحسن فترة فيها ممكن 10 دقائق الاخرانيين، 7 دقائق اللي دافهم الحكم مع 5 دقائق تقريبا الاخرانيين اللي تقريبا ولات هجمه بهجمه، سي بي كان قريب انه سجل، سي اس اس كيف. دونك لهنا كل فريق لعب الاوراق نتاعو الكل. في الاخر نقولوا للسي بي مشى اللي خذا اللي حب عليه، اونفا النقطه هي توقيف ساعه النزيف نتاع الخسائر نقاط من ملعب صعيب ياسر. نادي صفاقسي الحقيقه كان زاد متميز سورتو الشوط الثاني، ضغط عطى يعني حتى الاوراق الهجوميه نتاعو الكل، لكن الصمود نتاع الدفاعي نتاع سي بي سورتو العياري عمل باراد الحقيقه مهمه وكبيره ياسر، هي اللي عطات خاطر الوقت ممكن تقريبا في اخر دقيقه من المباراه. دونك لو نعطيو نوت المباراه كانت متوسطه، وكل فريق يظهر لي سي بي اخذ اللي حاجته به اللي هو اقل شيء نقطه، سي اس اس مالوريزمون اضافه بسيطه وي. الاضافه بسيطه هي نزيف النقاط صار الجمعه اللي فاتت في بنزرت بعد سيري نتاع دي فات ماتش مع بن قردين، عملوا ماتش كبير برشا في بنزرت، ووقتها معناها الديكليك اللي نتصوروا اللي صار الجمعه اللي فاتت مع زياد العروسي وكريم التواتي، ضيعوا كان ينجموا يربحوا بن قردين، ضيعوا برشا معناها كور. الماتش هذايا اللي شفته تاكدت اي بالضبط تاكدت، وزيد فما حسيت اللي لي جوار زون ديجاجي معناها انرجي بوزيتيف شيء كبير تحسه، حتى تشوف بوسنينه في الرياكسيون تاعو في شاك فوا يعمل عياري باراد، تشوف لو كومبورتمون جينيرال ديفونسيف. ما تنساوش بنزرت كانت في معناها كجمعيه اكثر فريق قبل اهداف في البطوله التونسيه، فهمتني؟ اليوم تشوف الرياكسيون تاع الملاعبيه، ظاهر اللي متاثرين بالجو الايجابي اللي عايشين، ذات الغيوم تنقشع بعوده بعض الوجوه الفاعله
وايضا بعوده المدرب او التعاقد مع المدرب قيس اليعقوبي اللي متعود على مثل هذه الوضعيات الصعيبه سواء خبر. في تونس ولا البرة خبر. يلعب عنده خبره يلعب في الوضعيات الصعيبه مع يعرف يحكي مع الملاعبيه ممكن الكلام اللي يتقال في الفيستير واللي يتقال خلال الاسبوع هذا من قيس الملاعبيه نتاعو هو اللي خلينا نشوفوا بنزاره الملاعبيه نتاعهم تعطي افون يعني اليوم شفنا زوز ديكلاراسيون قالوا رجال معناها اليوم بتحس يلعبوا مساله حياه وموت اليوم معناها ممكن من بين احسن حاجات في قيس اليعقوبي اضافه الى خساره الفنيه كونه الخطاب نتاعو يعني عنده خطاب تحفيزي والكره متعدى في صعبين وبين الملاعبيه هذاك علاش ممكن نتوقعوا رده فعل ايجابيه من طرف الملاعبيه في قدم المشوار خاصه انت كابتن سامحني قصدت عليك اليوم نحسوا فما وقفه نتاع مسؤولين قدماء في بنزرت فما ناس باهيه بنزرت فما ناس دايره تو عامله عاودوا اقتربوا من الجمعيه وهي اللي قاعده تقوم باتصالات مع المدربين ومع الملاعبيه وقاعده تتحفز معنا في الملاعبيه هذاك علاش حسينا فما تغيير ايجابي وقاعد هذا الشيء نشوفوا فيه في الميدان. ان شاء الله الكره تكلمت عليه اللي تعدى بين قيس ونعرفوه معناها صفته التواصليه وقدرته التواصليه كلاعب قديم وكمدرب معناها بدات تعطي فكرته ولكن انا اتمنى انا الكره زاد يتعدى بين الهيئه بين التريزوري والملاعبيه بيني وبينك معني انا نجم نقوم بشغلي الى عندي حدود كمدرب ولكن انت كمل لي الشغل هذا وعاوني الشغل هذا اللي تسع شهور الملاعبيه معناها ما 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 مش خالصين اتونسيون جي وقته معناها صبر حدود اتونسيون نمشي معك كمدرب نمشي معك ماتش اثنين ثلاثه بعدش نقف اتونسيون دونك نتمنى للسي ابي كما تمناوا للجمعيات الكل ان معناها تخرج من هذه الوضعيه في 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 اقرب وقت. حاجه اخيره النادي رادي صفاقس عمل لهم فوليوم دو جو مهم برشا راهو الشوط الثاني الحقيقه لعب في مستوى ورينا الفريق حتى على المستوى البدني يمكن من الفرق القلال اللي بدنيا عمل يعني 97 دقيقه الحقيقه في مستوى سورتو الشوط الثاني كان متميز. بالمقابل حتى حارس تاع السيابي هو اللي ما خلاش يعمل كان واقف بالقدا التعادل هذا خلى نفس الفارق والملاحقه مباشره من نادي صفاقس للترجي الرياضي التونسي بما انه الترجي ايضا تعادل وتقعد ل 12 نقطه بين الزوز فرق باش يمشيو مباراه النجم الساحلي واتحاد تطاوين لكن قبل المباراه باش نشوفوا علاش المباراه بدات متاخر تقريبا بربع ساعه ثم نرجعوا. إشكال حمام سوسة الإطوال والتطاوين عندهم كولور واحد شبهوا لبعضهم اجتهدوا جماعة التطاوين باش ياخذوا تونيات تاع حمام سوسة بعد إذن من رئيس الجامعة وفق لنا أنا نستناو باش يجيبوا لهم التونيات تاع حمام سوسة يلعبوا بهم قالوا أعطيونا 5 مينوت أنا أعطيناهم 5 مينوت وإذا ما جاوش التونيات شنو يصير؟ إيش يصير؟ ما يصيرش الماتش تحملوا مسؤوليات هو الحل نتاع التمنيات عم مسوسه اجتهاد وكيف يبدا ما رغم الاجتهاد هذاك ما تمش العمليه مش ممكن مش سيئة. مش فهم اجتماع فني قبل المباريات وكل شيء اجتماع يا اخي احنا وقتاش لفتنا نظرهم وقت الاجتماع الفني وقت اللي لقينا التونيات يشبهوا لبعض حاولنا مع الاطوال عندهم دوزيام توني في الابيض قالوا جبنا كان هذاك والقانون الجديد يقول لي كيف فيزيتور زي اللي تبدل احنا حبذا لو كان لقينا الاطوال عندها توني الابيض راه تفضل المشكلة ما احنا تطرح الموضوع هذا من الرينيون تكنيك. كابتن كان يحكي لهنا على الأسباب التأخر وبالنسبة للأزياء الاتحاد التطاوين اللي ما كانوش عنده أزياء يعني الأزياء الثانية ما كانتش بالعدد اللازم ولكن هنا يحكي على الغينيون تكنيك ما فماش غينيون تكنيك في الشامبيونات السي العربي قال غينيون تكنيك احنا ما نعرفوش فما ولا ما فماش مش كنت السي العربي الدبابي ولا صديقنا وكذا وخدمنا مع بعض في الشيمينو حيوه بهذه المناسبه تبقى شو يا راجل اذا انا تو في الاحتراف وما نجيبش دو جو مش دو جو تي تروا جو جيبوا اربعه تبدا هكا معبيه غاديك في البلاد في البلدان الاخرى فهمتي؟ اي شو معناها بكل احترام انا المتلوي معناها
التطوير سامحوني متلوي كلها يا اخي انت ريت كان تونيات لو فرضنا في تونس توا برا تلقى كل في كل مباراة تلقى دو بيوت ولا كاتر بيوت اي 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 او دخلني المقارنة لا 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 كيف 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 كما انت تجيب لي توا انت تجيب ناقص ان جو كما انا نقول لك غدوة اللي يقدر في تونس ان بيوت يتكسر شو باش تعمل شو باش تعمل احنا عندنا في التيرانات نتاعنا اي اي شو باش تعمل اتونسيون شو باش تعمل شو باش تعمل دي كورنير يتكسروا شو باش تعمل وين نقول لك هاو نعملوا احنا توا سيدي وندوروا توا زيارة فجائية وكان تلقى في ملعب فما عنده احتياط تاع كما في اوروبا نتاع لي بيوت ونتاع لي كورنير ونتاع 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 انت كنت تحب دونك احنا اذا احنا في خلينا في المراول توا في المراول خلينا في المراول في المراول ربي يهديكم عايشكم يا تاتاويل معناها كان ما لقاوش الحل نتاع حمام سوسه كان نجم ما يتلعبش الماتش ما يتلعبش وتخسر تخسر وتخسر بالقانون تخسر. تخسر. هي المشكله الكابتن ماهيش مشكله ماديات لانه تطاوين مشكله اهمال مش تنظيم مش كل عندك اللي انت اليوم تجيب جو ثاني اقل من العدد المسموح به معناها كواسير معناها علاش جايبه من اصله انت اذا انت جايب زي ثاني ما يكفيش الملاعبين اللي عندك معناها جايبه معناها ما فهمتش هو يزمك هو يجيب ازياء اكثر لو فرضنا خالد قطع مريولو ولا لو فرضنا خالد يتقطع مريولو ثلاثه مرات في المباراه ايش باش تعمل تي ما هو شوفوا تتكلموا على الاحتراف الاحتراف راهو ما هو شويه جيل وكار ومانيش عارف وساك وكذا راهي امور اخرى وراهو تنظيم وراهو سلوك وراهو حضاره وراهو ربي الله يهديكم خاطر هي ذي اليوم صوره مسيئه معناها البطوله محترفه يعني اليوم المباراه كانت منقوله مباشره واكيد فما ناس تفرج فينا حتى من خارج تونس ما نظنش يعني الحقيقه علاش ما نظنش شنو كان الكالشيو احنا نتفرجوا فينا انت انا وليد فماش حابين نجم يتفرجوا مواطنين التوانسه يحكي خلينا ابنائنا مادام المباراه معقوله معناها شنو القناه نتاعنا يتفرجوا فيها كان جميع اللي داخل هاو قال لك مواطنين في الخارج نمشي معاه هو في كورونا حتى ماتش تاع بيس الناس تتفرج فيه لا مش الاوقات تلاقيني يتفرجوا في بطوله تونس لا عندي خاطر برشا ريت التعليق مش فاهمين برشا القانون هذاك علاش حابين بارك الله فيك اليوم هذه مسيئه تطوين مسيئه لكره القدم التونسيه يعني اليوم ما تنجمش انت تلعب معناها ملاعبيه يلعب وزيد تغطي الشعار نتاع فريق حمام سوسه بالسكوتش وتهبط بمراول معناها باش الحقيقه اللقطه ما تشرفش اللي عايش قلت لك انا هي اهمال لانه يعني اليوم تطوين ماهيش معناها مستحقه للدرجه كانوا ما عندهاش جو ثاني حكايه نتاع تنسيق نتاع حافظ الاثاث نتاع جارد مدريد نتاع ناس عندها مباراه مهمه وعارفه روحها ماشيه باش تلعب في حمام سوسه يلزمها تحضر كل شيء للملاعبيه نتاعها باش تقبل المباراه يكونوا جاهزين ذهنيا اليوم الملاعبيه دخلوا يلعبوا بمراول لا هو يرجعوا من الاول احنا هما توا كي جايين يلعبوا يعرفوا التونيو نتاع ليتوال بالاحمر اللي هي تستقبل وليهم هما الاولويه دونك هما برواحهم يعرفوا من المفروض انه مش هما ما غير ما نحكيو حتى الغينيون تكنيك ما فهميش ليه ما فهميش تنسيق بين بين اعضاء الاداره تاع من طاقم فني من حافظ الاثاث من كذا الالهي مفروض وراهو واش نقول لكم راهو ايش نقول لكم راهو المهنه نتاع حافظ الاثاث راهي اختصاص وصدقوني حافظ الاثاث عنده مهمه كبيره في النادي ما عندكش فكره وانت تعرف وين انا بعض البطولات حافظ الاثاث يخلص اكثر من الملاعبيه يخلص اكثر من الملاعبيه انت خويا معناها حافظ الاثاث اذا جبتوا حافظ الاثاث كبر يكون ما يحسبش الواحد مش والله يشوف وهما اكثر ناس حافظ الاثاث اللي عمروا في الليكيبات تلقى يقعد بال20 سنه مع نفس الكيب واللي اصدق اكثر ناس اقسم بالله يولي اكثر من بوك وخوك وكذا احنا عشنا شو اقول لك معناها تقول لي صوره مسيئه اقسم بالله العلي العظيم لا صارت وقت اللي كانت الكره التونسيه في معناها هاويه مش في الهاويه كانت اماتور مع الاسف مع الاسف معناها احنا تو في الهاويه لا ما قلتش الهاويه انا كان مع الهوايه قلت لك معناها تونس كانت معناها وقت كانت الكره قدم معناها في 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 الهوايه حبيت نشيكسك وكهو ازمتنا خاطر ازمتنا عليه مش ازمتك على الواقع وعلى وعلى المقارنه على الاسف فيه قل لي هاي قل في السعوديه كما في ندمسيب في بطوله محترفه مصر نجم بارميل نجم بارميل من الفيدراسيون كل ماتش تبعث له في ورقه بيضاء فيها الازياء نتاع كل فريق مع الاسف يا اخي هو جاي ما جاي من خارج مش اول مره يلعب تنظيم امور تنظيميه بسيطه مع الموضوع والله هي بسيطه كل امور تنظيميه صعبه وصعبه جدا ويلزم اختصاص هاي وخرت كل امور تنظيميه مش بسيطه صدقني لا نحكي لك انه الحل بسيط احنا كل شيء نصعبوه في تونس اي ام الحل النجم يكون حل بسيط احنا كل شيء نصعبوه خاطر هذه حكايه سهله ما تطلبش معناها ديبا كامل باش نحكيو عن هذه باش نقولوا الجامعه تصرف ولا الانديه تصرف يعني هذه حكايه نتاع اهمال من طرف الفريق من طرف معناها الناس اللي لاهيه بالامور هذه من طرف الجارد ماتريال من طرف الناس
اللي مهمتها تأمن حافلة الفريق وهي ماشية بتلعب مباراة في سوسة. خلينا نمشيو توا للماتش، نسينا الماتش النجم الساحلي واتحاد تطاوين، النجم اللي يقدم مقابلة كبيرة واتحاد تطاوين ما انهزمش منذ خمسة جولات، هذه أول هزيمة منذ خمسة جولات. المباراة تحضرها حمودة بن سليم أنيس موسى بوثينة الردادي. النجم الساحلي اتحاد تطاوين في مواجهة بين زوز فرقة دون هزيمة في الخمس جولات الأخيرة. النجم من أجل انتصار رابعة توالي، اتحاد تطاوين بحثاً على أول ثلاث نقاط في تاريخه ضد منافس اليوم. مع السكسيسيون دي ماتش، مع الأقراب اللي ماتش نلعبوا حد واربع، لازم نعرفوا كيفاش نجيريو ونعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الرصيد البشري. عنا أسلوب لعبنا، عنا طريقة لعبنا، عنا ملاعبيتنا اللي قادرين باش يفرضوا معنا نسق مباراة معين. أمين بن عمر، مرتضى بن وناس يرجعوا للتشكيلة الأساسية. علي سوما يتحول من ظهير أيسر إلى جناح، مثل خطر كبير على الدفاع منافس. ست دقائق لعب، اتحاد تطاوين قريب من افتتاح النتيجة بعد مخالفة نفذها بدقة كبيرة ملك الميلاد. النجم يجيب 1-2 بين وجدي كشريدة أمين بن عمر ومطالبة بضرب جزاء. اللعب يتواصل مرة أخرى، مطالبة بضرب جزاء. السيطرة تصبح كلية للنجم، علي سوما يراوغ يسدد وكورتو على القائد، الهدف يضيع. دقيقة بعدها صالح الحرابي يجسم ضغط فريقه بهدف بالرأس بعد ركنية نفذها داروين غونزاليس. هدف أعطى جوانح للنجم الساحلي، أصبح يلعب كما يحب. سرعة في صنع الهجمة، أيضا في انتقال الكرة من اليمين لليسار بقيادة الثنائي سليمان كولبالي علي سوما. الغيني سوما برز بصفة خاصة، سرعة وفنية كبيرة لهذا اللاعب. سوما وراء الهدف الثاني، بنوناس سوما، التوزيع وبهاء الدين سلامي براس، البقية كرة في شباك خميس الثاني. ايه ذلك نبدلوا لكم بوست نتاعك ردوك اتاكم ولا يا شالا اخويا، كل ماتش ماذا بيا بزيد بونت، وبالعكس هذا يخليني زيد نخدم اكثر وكونفيرمي اكثر. هيجان النجم يتواصل، كرة في طبق من أمين بن عمر الكريم العربي، وجه لوجه مع خميس الثامري يمنع الثالث. شوط أول يوفى على كرة بالسيزو بحث من خلالها سليمان كوليبالي على الجمالية. ثم أخطاء فردية، خاصة خطأ في التمركز، معناها في المحاصرة في البونتو الأول والبونتو الثاني زادة، المفروض ما يصيروش في المستوى هذا، خاطر ضد الفرق هذوما وقت تعمل خطأ بالطريقة هذه تيبي كاش، وهذا اللي صار لنا وهذا اللي نبهت عليه الملاعبية. في الشوط الثاني اضطراب دفاع اتحاد تطاوين يتواصل بعد كرة دارت بين كشريدة وكوليبالي. الفريق الضيف أصبح يلعب على الكونتر، إسماعيل دياكيتي يطالب بضرب جزاء في العملية هذه دون استجابة الحكم مراد الجربي. في المرة الثانية في مواجهة مع صالح الحرابي، مدافع النجم عطال إضافة هجوما ودفاعا. الاندفاع يتسبب في إقصاء وجدي كشريدة، واتحاد تطاوين استغل النقص العددي. جونيور ماتياس قريب من تبديل الفارق لولا باراد المثلوث. الدقيقة 75 النجم يصبح يلعب بتسعة بعد إقصاء ثاني، المرة هذه الأمين بن عمر على إثر تدخله على دياكيتي. المقابلة تبقوا فيها تسعة دقائق لعب، المثلوثي يتألق ثلاث مرات على التوالي بامتياز كبير يمنع مراد الهذلي، جونيور ماتياس ورياض كنيش من ثلاث أهداف واضحة. النجم ينتصر، يقدم مقابلة كبيرة قدام منافس ما استفاق إلا في الدقائق الأخيرة، تنقاد للهزيمة. المفروض نستغلوا النقص العددي تاع النجم الساحلي، لكن البلبولي معنا اليوم عاد ماتش كبير. ملخص المقابلة اليوم، الشوط الأول ما كناش في المستوى، ما لعبناش اللعب بتاعنا، دوزيام ايتون كنا في مستوى طيب ونستحقوا على الأقل التعادل في آخر المقابلة. عندنا فترات باهية، لكن عندنا فترات مش باهية، يلزمنا نزيد نخدموا على رواحنا، يلزم على المستوى الذهني نحسنوا برشا أشياء، وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله. كابتن، هو متطرف انه النجم الساحلي يلعب مباراه وديه نهار الاربعاء مع امل حمام سوسه، واليوم لعب مع
اتحاد تطاوين بازياء حمام سوسه. نرجع للماتش نوفل شبيل مره اخرى، ياكد جداته بقياده الفريق وانتصار اخر، ورغم القوه الهجوميه للنجم الساحلي نشوفه معناها اللي ماركي وزوز دوز اكسيو معناها الحرابي وبهاء الدين سلامي. حرابي وبهاء الدين سلامي، الله يعطيك الصحه. كي بديت بالمدرب وكما اتمنى ان النجم الساحلي خويا زينه من الفيوتون، ولو هذا تدخل في الشان الداخلي سامحوني مش تدخل، ولكن هذا رايي واقتراح لا اكثر ولا اقل، تاع معناها واحد محب للكره والنجم الرياضي الساحلي اللي معناها اليوم ورا حاجات كبيره اللي توا مفقوده حتى بعد كوفيد ما ريناهاش كما ريناها في النجم الساحلي. انا يعطي الثقه الكامله لنوفل، معناها مش شو اللي خاص اللي وراه اليوم، معناها قبل الطرد نتاع الاولاد فريمون بعد الكوفيد، اليوم بعد الكوفيد احسن فريق والنجم الرياضي الساحلي بعد الكوفيد، حتى قبل ايامات الكوفيد ربح جوج كروات دو ماتش. عليه نقول لك احنا عشنا تجربه كبيره ياسر مع معين الشعبين في الترجي التونسي، صح ولا ثقه كبيره متناهيه، فهمتي ولا لا متناهيه باللغه العربيه؟ لا متناهي، لا متناهي، سامحني سامحني يا موي، لا متناهي، فهمتني؟ عليه خاطر عامة في الكرة كي تجي تشوف أنت في العالم سو سون لي بريزيدون كي فون لونترينور، كذب عليك، الرؤساء هي التي تصنع المدرب، كي يحط رئيس مدرب ويدعم يحميه ويحميه في كل الإكراهات والعواقب وكذا وما يتيحش في الانتباع والمزاج والفيسبوك. هذا اللي صار في الترجي التونسي وجات النتيجة أكثر من ممتازة، معناها دو شامبيونز ليغ وشامبيونا وكوب دي موند وكذا وأمور صغار وكذا. بون نمشيو ليتوال، ليتوال قدمت عرض باش معناها بإيجاز باش ما ندخلش في الـ في الـ في الجزئيات، قدمت عرض كروي ليتوال اللي فيه لي زانغريديون تاع الكرة الكل، حركية تكنيك كذا نشاط، خاصة الشوط الأول، الشوط الأول تبادل في المراكز، الشوط الأول بن عمر لو كور دي جو تاع ليتوال هو قلب اللعب، سوما دور جديد شيف اي دور جديد هو ايه؟ بيستون هو وبن والناس وقام بدوره تكامل، تكامل صار ما بيناتهم شيء 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 كبير ياسر. نمشي تو لاسوسياسيون دلاك سونترال اللي لا يكون هو الحرابي، حرابي وسلامي، صالح والسلامي، الحرابي والسلامي يا خالد انا اللي يفكروني بنهيد وعمامه وقت اللي تلانساو، وقت تكلمنا برشا على نهيد ومازال نتكلم عليهم تبارك الله لاكسون تراتا كلوساكسيا، مي هذو يشاركوا سون بريزون دون لا رولونس لا كونستركسيون اي لا فينيسيون، باش تلقى انت ثنائي دفاعي محوري يشارك حاضر في الرولونس حاضر في الكونستركسيون. تو شوفوا الهدف الثاني راهو بهاء الدين راهو بداها من السونتر، هو علاش كمل هو سلامي هذا البونتو الثاني ماركا في الجوله الاخرى ضد القروان واليوم يعاود يمارك. نعطي انا دي تيتر للمباراه باش نركز على ذوما بهاء الدين وليد الحرابي، والحرابي رينا في الاخر دوزها منعها ونجي في الاخر بعد هذوما نجي نلقى ايمن المثلوثي، ايمن المثلوثي اللي خلى ثلاث نقاط تاعها بالرغم اللي يلعبوا بتسعه. دونك بور ليتوال دو ساهيل نبدا بعدش نتكلم على على اتحاد تطاوين، تودي سهيل يا خويا ريت لعب سامحوني مارسي درو وبيت، فماش لعب معناها قناتها الفلسه نتاع التشبيه بتاع جو فير لافون، ليس التشبيه من المدرب للملاعبيه، ليس التشبيه بالكلي، معناها خاطر ايش نقول لك تو بهاء الدين ولا وليد الاخر حرابي ولا حرابي ودي هما فرضوا نفسهم على المدرب، راهو احنا كنا مدربين شكون يفرض نفسه لكاليتي تاع اللاعب وتشوفه. خاطر حكينا انا سالتك انا كابتن قلت انت ان شاء الله هذه تكون اختيارات مش ضروره تشبيه ليه ايش نقول قناعه مضروره اللي فاتت ولا شو ايه؟ هو احنا نتكلموا على زوز هما وقت ايامات تتكلموا على برشا ما عليناش تو بعدين تشوفوا خاطر يفيل سو ديباراسي دي فور دي فاردو فينونسي تو نعرف انا الحكايه مي تبقى كي عندك تبارك الله هلاكس هذا ليه ومنتوج المحلي تاع النجم الساحلي معناها اعطيهم الصحه بارك الله فيهم وهذا عنده لا مارج دو بروغريسيون تاعهم تشوف خرق العاده جاو لي توال دو ساهل معناها عملوا كل شيء حركيه يفكوا الكره اون دو تروا باس تراف باس فيرتيكال ما عند بن عمر منا من غاديك تنويع اللعب مشى بالفيرتيكال مشى بالبروفوندور مشى بالون دو مشى بكذا يا خويا ميتون الاول معناها مش نقول لك يا خويا عرض عرض كبير وانا قلت لاحسن ميتون رينا بعد الكوفيد حتى
ديبي تاع شويه حتى قبل شويه من حتى قبل شويه حتى ربحوا جوكروا دو 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 ماتش جوكروا ولا دو ماتش فهمتني ولا بعد احنا باهي صحيت باهي راني جايك كي تخرج انت كي يخرج سوما ويخرج العريق ويخرج كوليبالي معناها يتعوضوا ويطردوا كشريده ويطردوا هنا هنا يجي يلوموا على تطويل داكوردو عندك ما استغلتش هذا الكل شو تطويل جاه الكوره والكوره والاسباس والاسباس اللي تحب عليه عند عندي زكاة وجاء التفوق العددي ثلاثة تروز ليمون في جو في اخر الماتشات وما يستغلش هذا ولكن لقاو قائد عملوا بار اكزامبل ايطوال ما لقاتش الحارس هذا اللي باش يخلي لها ثلاثة نقاط اليوم لقات ايمن المثلوثي وكان قائد فريمون تبقى نمشي المثلوي انا نمشي لتطاوين يزور تيلا كوش كانوا ينجموا يعني يكون في الاخر بكل هذاك يلعبوا ضد تسعه كانوا يحتمل يعدلوا نتيجه معناها تلمون ليسباس موجود والكره والدنيا سبيرتي نيميريك ولا بور ليتوال بور ليتوال شو عندها ليتوال بعد عندها سيابي في بنزرت بعد عندها الترجي وعندها الترجي بعد عندها سليمان وبعد عندها بن قردان كي تشوف معناها كل مسعى بيكذب عليك فهمتني ولا وش نقول انا با ليتوال ورتنا وجه مشرف وجه للمستقبل به واضح كابتن خليني نكمل مع آخر مباراة اللي كنا تبعناها مع بعضنا في المباشر النادي الإفريقي ونجم المتلوي مع حسام غراد سفيان الوجني ضال عروة بسام الغلايري نلعبوا في دقيقة 93 30 ثانية من مباراة زاد فيها الحكم أسامة رزقلة أربع دقائق وكانت ماشية للتعادل 1-1 من خط دفاع نجم رياضي بالمتلوي تمشي الكورة والهدف الثاني للنادي الإفريقي أحمد خليل هدف وسط أجواء هستيرية لملاعبية الأحمر وأبيض اللي رجعوا لسكة الانتصارات بعد تعادل الأسبوع الفارط في المستير وخاصة اللي رجعوا من بعيد في ماتش ما بديش كيما يحبوه وكانوا خاسرين 1-1 حتى للدقيقة 80 خمسة دراج الأولانيين من الماتش ما ليناش فيهم كورة وفي أول هجوم مركز من نجم المتلوي توصل الكورة لفواد التيمومي من اليسار توزيعته تضرب في باسيرو والحكم يعلن على ضرب جزاء ينجح في تنفيذها أسامة المغانمي اللي يفتتح النتيجة للضيوف في الدقيقة 27 الرياكسيون تاع سيا ما بتاتش وفي أقل من دقيقة باسيرو كومباوري يلقى روحه طليق قدام عبد السلام الحلاوي وكورتو عالية الإفريقي واصل في ضغطه ومخالفة الذوادي في الدقيقة 33 مش بعيدة برشا بعدها بدقيقتين أحمد خليل يجرب من بعيد وكورتو بعيدة المتلوي في نهاية هذا الشوط لعبت على الكونتر توزيع من فواد التيمومي من اليسار في الدقيقة 40 يقصها العبيدي في آخر لحظة قدام زكا في 45 توزيعة محمد علي سالم من اليمين برهان الحكيم لوش فيها أكثر على الجمالية من نوع التجسيم آخر فرصة فيها الشوط كانت لصابر خليفة عن طريق مخالفة يرجعها عبد السلام الحلاوي ويزكى أبو دو يبعد الخطر في الكورنير الشوط الثاني دخلوا الأسعد الدريدي بزوز تغييرات هجومية شيفاريا مكان يحيى والخفيفي مكان الذوادي ونفس السيناريو بداية الشوط الأول عشناه وما شفنا أول فرصة كان بعد ربع ساعة لعب وللضيوف مرة أخرى توزيعة من اليمين من أسامة البغانمي وبكر ديارة بالرأس وتخيلي في الركنية رد الإفريقي زاد جاي سريع وتوزيعة العقربي ياخذها آدم الطاوس على الطاير تضرب في محمد علي سالم وتخرج للركنية في الدقيقة 61 فواد التيمومي يخرج بالكرة من مناطقه يخرج بوبكر ديارة وحده قدام التخيلي والهدف يلغى بداعي التسلل بعد إشارة من المساعد الأول للحكم بداية من هذه اللحظة بليل الخفيفي على يمين هجوم السياء تحرك ركنية أولى في الدقيقة 65 ورأسية العبيدي يتصدى لها الحلاوي بعد دقيقتين ومن نفس الجهة حمزة العقربي يوزع سالم يرجع وكورة بسيرو بعيدة في الدقيقة 80 بليل الخفيفي أحسن لاعب في الإفريقي في هذا الشوط يتحسر على مخالفة وصابر خليفة يعدل النتيجة بكورة صعبة على حارس المتلوي بعد التعادل استنينا الضغط من أبناء سعد الدريدي لكن اللعب انحصر في الوسط ونجم المتلوي
كاد يحدث المفاجأة في الدقيقة 92 لولا تسرع أبو بكر ديارة قبل ما يهدي خليل جمعيته ثلاثة نقاط مهمين في الصراع على المقاعد الإفريقية والإقليمية ويحرم المتلوي من نقطة كانت تبعده على المرتبة الأخيرة البطولة. على غالب عملنا ماتش كبير ما نتحمل مسؤوليتنا في الاخر ما نجمش نحكم على ما نحبش نتكلم في الاربيتراج تتفاصل ما شفتش البونت ورجو مش رجو بونت ابو بكر رجو مش رجو مي هذيك هي الكوره نهار تربح نهار تخسر سي سا ما علينا كان نخدموا على ارواحنا ونكملوا وان شاء الله ربي يوفقنا احنا عملنا اللي علينا وقاعدين نعملوا علينا وان شاء الله ربي يوفقنا حتى جوار ما يحب الخساره وحتى جوار ما يحبش يجيب 3 بوان مي مالغري لي كونديسيون الكل اللي قاعدين نخدموا فيها كما تشوفوا سور تيرا نقعدوا للاخر ونضربوا على الماريو للاخر وان شاء الله جمهورنا يدز معانا لاخر دقيقه وكها. خالد مباراه مثيره لاخر لحظاتها والافريقي في الاخير يرجع الى سكه الانتصارات. مباراه اللي كل فريق لازم ينتصر فيها في الوضعيه نتاع كل نتاع فريق نادي الافريقي يحب يقعد يعني في الكوكب تاع الفرق اللي تراهن على المسابقات الافريقيه النجم متلوي الوضعيه نتاعو تحتم منه زاده يلعب الكل في الكل على مل على اقل شيء يروح بنقطه من تونس. الحقيقه الشوط الاولاني ما ريناش فيه سيطره متواصل حتى فريق ممكن بعد الهدف نتاع المتلوي وقتها بدا يظهر المتلوي لانه لقى المساحات نادي الافريقي تقدم خلى شويه مساحات وقتها بدينا راو النجم المتلوي رغم اللي الحقيقه عنده ديزارم فاتال سورتو ايزاكا لاعب سريع ياسر وين يلقى المساحه يعمل الخطر بالنسبه للنادي الافريقي يعني عمل كلكو زوكازيون من هذه اللي كنا نشوفوا فيها نتاع كامباوري لكن الحقيقه ما كانش مسيطر كما يلزم على المباراه. الشوط الثاني يظهر لي بنفس السبري دخلوا نجم المتلوي نادي الافريقي ممكن التغييرات قعدوا كلكو خلينا نقولوا 10 دقائق باش بداوا اللاعبين اللي دخلوا يفهموا رواحهم في الـ في الـ في الميدان ويفهموا السيستم نتاعهم. بعد يظهر لي من الدقيقه 65 بدينا نراو كان في النادي الافريقي هو المسيطر لين جات كره الهدف نتاع التعادل وقتها بدا الفريق يخم سيريوزمون من كان بعيد انه نجم يرجع ويربح المقابله اللي جات الكره نتاع هدف ثاني. دونك النادي الافريقي لوج وجرى ورا الانتصار. النجم المتلوي كيف ممكن ليفيكاسيتي خلينا نقولوا عملت الفارق مع انه النادي الافريقي ما عملش برشا فرص لكن زوز الكور اللي جاوا واللي لازم يماركيهم حطهم في الفيلي وخذ عليهم التروا بوان. ممكن التروا بوان هذوما اللي باش يدخلوا الفريق في ديناميك بوزيتيف خاطر تعرف وقت تعمل ما تربحش لا قدر الله اليوم النادي الافريقي ما عرفش واش تخط في الدوت مع الظروف اللي عايش فيها الفريق زاد ممكن تاثر برشا الفريق تعدى باسبوع صعيب راهو جمع نهار الثلاث عملوا غريف يعني اليوم تنجم كانوا يخلصوا كاش للملاعبيه لانه ما نعرفش انا تنجم تفسر لي اسكو نهار بالونترينمون ياثر خصوصا اللي انت كلعب ضد المستير لا مش هو مش نهار اونترينمون يعني سور لو بلان فيزيك لكن نهار اونترينمون سور لو بلان مونتال وهذا با اليوم حتى اون سيونس دونترينمون راهي عندها لي في نتاعها كوسوا نيجاتيف ولا بوزيتيف. المدرب في تحضير الاسبوع نتاعو تنقص له سيونس ممكن السيونس هذيك هي اللي تربحه في الماتش ممكن السيونس هذيك اللي باش يخدم فيها سبيسيفيك ممكن السيونس هذيك باش يخدم عليها لي بالاريتي اللي باش تجيب له هدف دونك مهمه السيونس. لكن انا من اللي ريت الهجوم تاع الملاعبيه تفهم اللي فما تاثر فما حاجه مش عاديه لكن مع هذا الفريق بين شخصيه انه في 10 دقائق ولا 15 دقيقة رجع ربح للمقابلة اللي لازم يربحها لا قدر الله اليوم نادي الفريق خسر شو تدخل في الدوت اللي رجاء نحب نسلم في دوامة أخرى عملت قمت بخطأ في عود نقول دياكيتي تطويل سريع قلتي زكاة معناها هنا نصلح روحي سامحنا ما فقناش لا لا أنا يلزمني نصلح اتونسيون الناس تتبع ياسر وعندي ملاحظة نشكر الحكم نتاع مباراة النجم الرياضي الساحلي وتطويل السيد مراد الجربي هكذا نريد حكامنا اللي عندهم مواصفات تاع العدل هكذا نريد حكام اخر الموسم برافو عليك خرج زوز من ليتوار اتونسيون سي با دوني برافو ان شاء الله الناس الكل تنسج على منواله معناها ويحكموا بالعدل. نصيف فقط نختم معاك بالنسبه للنجم المتلوي الامور بدات تتعقد هو متعود على التمرد امام الفرق الكبرى واليوم الفوز نتاع النادي الافريقي ما كانش ساهل تعبوا برشا مازلت خاطر مازالوا فما 7 أو 8 ماتشات الى نهايه الموسم
فما باش يلعب من النجم المتلوي مع لي كونكيرون ديريكت على البقاء، وهذوكم هما المباريات الرسميه اللي باش تحدد مصيره. اللي يحب يبقى يلزم يربح لي كونكيرون ديريكت نتاعو. الماتش نتاع النادي الافريقي نتصور رغم انها جمعيه محترمه وخدمه الكوكي خدمه محترمه جدا وشخصيه، تحس الفريق عنده شخصيه وعنده هيبه فنيه ظاهرة بصمة مدرب. نتوقع حتى في الاستراتيجية نتاعهم راهم حاطين ماتش الكلوب معناها كي يروحوا بنقطة باهي، كان ربحوا اكستراوردينير، أما كان خسروا ما هيش مشكلة باش ما يأثرش على مشوار اللعبة في رادس. أكيد مش باش تكون سهلة. هكا نكونوا كمان مع المباريات قبل ما نمشوا للمافيولا، نعطيكم نتائج كاملة لهذه الجولة الخامسة. إياب النادي الإفريقي إذا يفوز على النجم المتلوي هدفين لهدف في الملعب التونسي، ينهزم أمام الشبيبة القيروانية هدف لصفر. الهلال الشبي أيضا ينهزم على ميدان أمام الاتحاد المنسيري ثلاثة أهداف لهدفين. اتحاد بنقردين وتعادل سلبي أمام الترجي الرياضي التونسي. نادي حمام الأنف تعادل هدف لهدف أمام مستقبل سليمان. النجم الساحلي يفوز على اتحاد تطاوين هدفين لصفر. والنادي الصفاقسي يتعادل سلبيا مع النادي البنزرتي صفر لصفر. الترتيب إذن يقعد الترجي في المركز الأول 48 نقطة في ملاحقة مباشرة فارق 12 نقطة مع سي اس اس 36 نقطة. المركز الثالث الاتحاد المنستيري 35 نقطة. المركز الرابع النجم الساحلي 32 نقطة. الإفريقي في المركز الخامس يقترب من كوكبة الطليعة 31 نقطة. المركز السادس الملعب التونسي 27 نقطة. المركز السابع اتحاد بنقردين 25 نقطة. المركز الثامن نلقاو مستقبل سليمان هلال الشاب 21 نقطة. المركز العاشر الشبيبة القيروانية أبرز مستفيد خلال هذه الجولة، تصعد من المركز الأخير المركز العاشر 15 نقطة. ثم المركز 11 اتحاد تطاوين ونادي حمام الأنف 14 نقطة. وفي المركز 13 الأمور تتعقد بالنسبة للنجم المتلوي والنادي البنزرتي ب 13 النقطة. نعطيكم برنامج الجولة المقبلة، الجولة السادسة. إياب نهار 3/11 أوت مستقبل سليمان يستقبل اتحاد بنقردين. المباراة هذه بشكون منقولة تلفزيا. الاتحاد المنسيدي يستقبل نادي حمام الأنف أيضا منقولة. الأربعة 12 أوت الترجي يستقبل النادي الصفاقسي في قمة هذه الجولة مباراة أيضا تلفزي. النادي البنزرتي يستقبل النجم الساحلي منقولة تلفزيا. الشبيبة القيروانية تستقبل النادي الإفريقي مباراة أيضا منقولة تلفزيا. ثم زوز مباريات ماهمش باش يكونوا موجودين على في النقل المباشر ولكن تلقاهم على لي باج ولا على الصفحات الرسميه نتاع الفرق. اتحاد تطاوين يستقبل الملعب التونسي والنجم المتلوي يستقبل الهلال الشابي. مراد بن حمزه مرحبا بك. مرحبا بك رجاء، مرحبا بالساده الضيوف متتبعي لحد الرياضي. نبداو الساعه خلينا نشوفوا اليوم عندنا خمسه مباريات. المباراه الاولى مباراه الترجي الرياضي واتحاد بنقردين. اللقطة الأولى يعني كرة عند حسين الربيع، تدخل من النغموشي، شوفوا هنا تدخل بتهور، الحكم أعلن على الخطأ لكن هنا ناقص الإنذار، شوفوا يعني فما تهور في التدخل وكان عليه إنذار اللاعب. هنا هجوم للترجي الرياضي، توزيع محمد علي اليعقوبي، شوفوا اللاعب نتاع اللي في أقصى الصورة نتاع الترجي الرياضي هو متواجد في موقف تسلل لكن هذا يعتبر تسلل سلبي، وهنا الحكم المساعد تسرع في الإعلان عن تسلل كان عليه يعني ترك أسبقية اللاعب. هنا التمريرة من زكري خطأ من خليل شمام، شوفوا الحكم كان قريب من العملية والخطأ كان خارج منطقة الجزاء، قرار سليم من الحكم في الإعلان عن مخالفة وليس ضرب الجزاء. اللقطة الأخيرة هنا كوليبالي تنافس على الكرة مع فخري العوجي، شوفوا هنا عملية يعني اعتداء من كوليبالي، يعني خلى الكرة ورجع قام بعملية اعتداء وهنا الحكم كان عليه إقصاء كوليبالي. هنا صورة حبينا نمر صورة إيجابية في نعرفوا البروتوكول الصحي في عملية شرب الماء، نورمالمون يعني تكون الصورة هكا كل واحد دبوسته، خاطر في بعض الملاعب أخرى شفنا يعني قارورة كبيرة والناس كل دور عن الناس كل، وهذا يعني مش معقول، يلزم يعني نطبقوا اللي قاعدين نشوفوا فيه تو في الصورة كل واحد يكون عنده الدبوزة نتاعه. المقابلة الثانية مقابلة هلال الشاب والاتحاد المنسيري عندنا فيها ثلاثة لقطات. هنا مخالفة الاتحاد المنسيري تنفيذ من الياس جلاسي، علي العمري يسجل هدف ونشوفوا هنا الحكم توجه مباشرة لعلي العمري يعني اللي هو قام بالخطأ، فنعاودوا نشوفوا الصورة فما عملية يعني قفز على المنافس قبل يعني تسجيل الهدف. نشوفوا هنا الصورة اليد اليمنى نتاع علي العمري كان على يعني في ظهر المنافس والحكم يعني كان يعني قرار سليم في الغاء الهدف واعلان مخالفه هي الشابه. هنا مطالبه هلال الشابه بركله الجزاء، شوفوا العمليه هنا الكره يعني مطالبه بلمسه يد
نشوفوا في عمليه لعب الكره بالراس، الكره هنا شوفوا يد اللاعب كانت بعيده ولم تلمس يعني بتاتا يد المدافع، بل لمست يعني في الساق اليمنى وخرجت ركنيه، قرار سليم كذلك من الحكم يوسف السرايري. اللقطه الاخيره هنا اللاعب الجزائري ياخذ الكره يفقدها، ياخذها اللاعب حسام القاع اتحاد اللاعب الاتحاد المنستيري، ثم هنا اللاعب الجزائري هو اللي قص في التراجكتوار نتاع حسام القاع وصار التحام عادي، يعني لا وجود لاي خطا من حسام القاع، يعني نشوف اللاعب الجزائري هو اللي مشى للتراجكتوار نتاع حسام، الكره كانت مسيطر عليها حسام القاع واللاعب الجزائري هو اللي مشى، دونك هنا يعني لا وجود لاي خطا واحتكاك عادي ولا وجود لضرب جزاء وقرار سليم من الحكم يوسف السرايري. مباراة النجم الساحلي واتحاد تطاوين. تفضل. هذه هي اللقطة نفس اللقطة. مقابلة النادي الصفاقسي ونادي البنزرتي. عندنا فيها زوز لقطات. هنا هجوم للنادي الصفاقسي. تدخل من نشوفوا هنا تمريرة في اتجاه محمد بن علي وتدخل من مروان الصحراوي، هنا الحكم في اول الامر اعلن عن ضرب الجزاء ثم تدارك يعني باشاره من المساعد الحكم الدولي امين بارك الله اللي اعلن عن خطا خارج منطقه الجزاء. تنعاودوا نشوفوا بالصور البطيئه العمليه، هنا الحكم يعني تراجع في قراره واعلن عن مخالفه خارج منطقه الجزاء بطبيعه الحال بعد استشاره المساعد يعني امين بارك الله. نشوفوا العمليه بالصور البطيئه، هنا شوف التدخل يعني عملية الدفع بتاع مروان الصحراوي كانت خارج المنطقة ولم تكن يعني على الخط أو داخل منطقة الجزاء، وبالتالي يعني قرار سليم من الحكم في الإعلان عن مخالفة وليست ضرب جزاء. شوفوا هنا نعاود نشوفوا التدخل كان خارج منطقة الجزاء. هنا العملية في الدقيقة 93 هجوم للنادي البنزرتي مطالب بضرب الجزاء لكن الحكم المساعد أعلن عن تسلل يعني قبل ذلك. نعاود نشوفوا الصور البطيئة، هنا لحظة التسديد، لحظة التسديد اللاعب يعني مهاجم ديمبيلي كان متواجد في موقف تسلل وهنا استفاد من الموقع نتاعه وقرار سليم من الحكم يعني المساعد بالإعلان عن تسلل. المقابلة الموالية مقابلة النجم الساحلي واتحاد تطاوين اللي أدارها مراد الجربي. هجوم للنجم الساحلي الدقيقة العاشرة، شوفوا هنا كرة عند كشريدة يقوم بالتوزيع، هنا الكرة تلمس يعني رأس اللاعب الهادي خلفه هو اللي يلعب الكرة وتلمس كوليبالي وترجع ولا وجود لأي يعني لعبة عادية، لا وجود لأي خطأ من وهم طالبوا يعني بلمسة يد. هنا هجوم من للنجم الرياضي الساحلي، شوفوا هنا كيف يعني الكرة تلمس يد المدافع لكن اليد كانت لاصقة للبدن وما ربحش بها مساحة ولا وجود لأي خطأ. هنا هجوم الاتحاد تطاوين توزيع من دياكيتي ومطالب بضرب الجزاء، نشوفوا هنا الكرة تلمس جسم اللاعب صالح الحرابي قبل ما تلمس اليد، يعني لمست الجزء ثم احتكت باليد وبالتالي قرار سليم من الحكم بمواصلة اللعب لا وجود لضرب جزاء. هنا كيف تدخل من صالح الحرابي على دياكيتي، شوفوا تدخل سليم، صالح الحرابي لعب الكرة، شوفوا هنا هجوم من دياكيتي وصالح الحرابي يعني نجح في لعب الكرة ولا وجود لأي خطأ وقرار سليم كذلك من الحكم مراد الجربي. نعاود نشوفوا عملية التدخل كان تدخل سليم ولعب الكرة. هنا عملية إيقاف اللعب من الحكم فما مناوشة بين بن عمر ومراد الهدلي، نشوفوا الحكم هنا يتفطن للمناوشة يرجع يوجه إنذار لبن عمر ومراد الهدلي، ثم بعد يعني دقائق بن عمر يرتكب خطأ، الحكم كان عليه هنا ترك الأسبقية لكنه أوقف اللعب، ولما أوقف اللعب هنا بعض الاحتجاجات من لاعبي تطاوين لإشهار الورقة الصفراء الثانية، بعد استشارة المساعد مراد الجربي قرر يعني انذار بن عمر، هو قرار سليم كان عليه يتخذه يعني بمفرده قبل ما يسحقش حتى استشاره المساعد. هنا تدخل من كشريده، شوفوا التدخل كان يعني فيه افراط في استعمال القوه، تدخل قلنا ديما نقولوا اخطر يعني البلاصه انه يعتدي بها على المنافس هي اللي سومال نتاع هذاك، يعني تدخل كان عنيف يعني من كشريده، هنا كان على الحكم اقصاء كشريده مباشره، شوف التدخل هنا، شوف الساق اليمنى يعني تدخل خطير، كان عليه اقصاء كشريده مباشره وليس يعني توجيه الانذار الثاني. هنا عمليه الازياء ظهر لي حكيتوا عليها واعطيناها يعني حقها بما فيه الكفايه. اعطينا رايك انت نعرفوا الفريق الضيف مطالب باش يغير الازياء نتاعو،
مطالب باش يقرا حسابه يعني في الحاجات هذه، خاصه الحقيقه في يعني في رابطه محترفه. نعرفوا في لي جون يعني في الصغار الفريق الضيف هو اللي يبدل، خاطر نعرفوا الامكانيات تاع الفرق ونجموا نخسروهم حتى في تنقل، لكن في مقابلات الاكابر يعني في القانون الداخلي نتاع الجامعه التونسيه لكره القدم فريق الضيف مطالب بتغيير الازياء، والحمد لله اليوم تمكنوا يعني من توفير يعني الوان اخرى وتلعبت المباراه. واذا ما توفرش الازياء البديل، اذا ما توفرش بطبيعه الحال الفريق المظلم فريق الحكم ما ينجمش يلعب المقابله بازياء متشابهه، وبطبيعه الحال الفريق المذنب هو اللي باش يتحمل المسؤوليه. برشا علقوا على الغينيون تكنيك. يا رجال سامحني قسيت عليكم. نحييو سي عبد الرزاق الشابي توا بعث لي ميساج من السعوديه يقول لي انا بطاقه المباراه توصلنا قبل 3 أيام بالتنسيق مع مدير الفريق لاختيار اللون. معناها فهمت معناها موطينا في الخارج قاعدين يتفرجوا. نحييوك يا عبد الرزاق وان شاء الله ربي يوفقك في كل شيء. هو اختيار اللون المفروض يعرفوا، نحن نعرفوا الوان الجمعيات ويعرفوا بعضهم. المقابلات الدوليه ولا حتى في تونس مثلا في نهائي كاس تونس او كذا نعملوا يعني الرينيو تكنيك قبل 24 ساعه ونشوفوا الازياء ونشوفوا في المقابلات هذه يصير قبل المباراه بساعتين. يعني فريق في الفستير معناها مش شويه ساعتين يعني وقت التحاق الفريق بالملعب. علاش ما نبعثوش يعني ميل يا خويا قبل 3 أيام كما السعوديه؟ السعوديه نجموا يعني مستقبلا يعني طريقه جمعه جايه طريقه اخرى، لكن تو المعمول به انه قبل ساعتين يعني يقوموا بالاجتماع الفني هذا، وكي تبدا الازياء يعني متشابهه هما عنده الفريق ساعتين. ما يسماش اجتماع فني هذاك اللي يصير وراء مراد. ينجم عن بعد توا رجاء عن بعد. مناديات على الملاعبيه واحد ساعه تقريبا قبل الماتش. فما اجتماع فني يكون فيه يعني المراقب ومنسق المباراه والمسؤول الامني وال يعني المسؤولين يعني من زوز فرق ويجيبوا الازياء ونحكيوا حتى على الجوانب التنظيميه الكل بما فيهم توا نحن تطرقنا لموضوع اخر بما فيهم الجماهير. انت كانت قاعدين تلاحظوا توا المقابلات يعني جميعا قاعده تنطلق بتاخير يعني البارح 16 دقيقه في اليوم. ايوه سامحني مراد اذا صار قبل بساعتين علاش تاجل قبل وقت انطلاقه المباراه؟ يعني انت عندك ساعتين باش تلقى الحل. يعني ما صارش الاجتماع الفني؟ لا لا ينجم يكون صار اما ساعتين ما تفاوش معناها ما شافش الحكم. لا ما تفاوش باش يلقاو الحل. ساعتين ما زاوش باش يدبروا تونيو ولا باش انا يعني فما مقابلات ساعات يصيروا يعني فريق يمشي يشري حتى تونيات اخرين يعني يلقى محل ويمشي يشري مع الاسف باش يلعب المباراه. قاعدين نناقشوا في حاجه المفروض ما نناقشوهاش في الوقت اما عمليه تاخير الحقيقه انا سمعت يعني في بعض الاذاعات واللوم الكل على الحكام راهو التاخير مش السبب فيه يعني كان الحكام هي يعني التنظيم تاع المباراه تنظيم مشترك. يعني فيه كما قلت لك منسق المباراه فيه المراقب فيه يعني المندوب نتاع الجامعه فيه الفرق كذلك فيه الجمهور يعني هذا لازم نحاول. هما علاش التاخير؟ لانه الناس اليوم تاخر زاد الى جانب الازياء انه فما لقاو عدد اكثر من أي الجماهير انا نحكي اي هذوكم كيفاش دخلوا تورينا الامن هما ما هو 35 عندهم بادج اللي عنده بادج يدخل اللي ما عنده يعني من الباب المفروض الامنين ولا اللي استادي ما يخليهمش يدخلوا بلاش بادج. كيفاش دخلوا الساعه باش بعد المشكله كيفاش وصلوا دخلوا؟ هذا هو الاشكال يعني موجود ديما الحقيقه في جميع المباريات اللي تلعب بلا جمهور. ولا انا علاش يعني جبت طرقت الموضوع خاطر ديما اللوم على الحكام وساعات يقول لك علاش ما تفقدش قبل راهو يتفقد قبل المباراه وعند انطلاق المباراه يبدا كل شيء يا يعني وشفنا اليوم في صفاقس وقفها يعني بعد الانطلاق بستة سبعة دقائق خاطر يلقى عباد كيما تقول انت دخلوا بعد انطلاق المباراه هكا هو اللي سرقي غلب لي حاح. شكرا ليك المقابله الاخيره مازال نسينا ماتش في التو هذايا تفضل هجوم من اللقطه الاولى نجم تلوي توزيع الكره تلمس يد بصيرو والحكم كان قريب ويعني قرار سليم شفنا يعني ما فما حتى نقاش يعني من لا تقبلوا لانه الحكم كان متمركز وكان واثق من قراره قرار سليم بالاعلان عن ضربه جزاء. لكن هنا نقطه يعني كما نقولوا لوم صغير على الواحد هي طريقه التنفيذ. شوفوا لحظه التنفيذ يعني ما نعرفش فما لاعب نادي الافريقي كان ينجم يشوط في بلاصته وشوف كيفاش جميع اللاعبين كانوا لداخل. هنا كان على الحكم اعاده تنفيذ يعني ركله الجزاء. هجوم للنادي الافريقي في الشوط الثاني توزيع الكره هنا شوفوا التوزيع من ادم الطاوس الكره لم تلمس يعني يد محمد علي سالم وقرار سليم من الحكم باعلان ركله ركنيه ولا وجود لضربه جزاء. هنا هدف ملغى لنجم المتلوي تمريره من فؤاد التيمومي في اتجاه ابو بكر ديارة. شوفوا هنا الحكم المساعد اعلن عن وجود تسلل. شوفوا لحظه تمرير الكره بصور بطيئه من فؤاد التيمومي ابو بكر ديارة كان تقريبا على نفس الخط يعني مع ثاني اخر مدافع من النادي الافريقي
وهنا هدف سليم ولا وجود لتسلل. شوف هنا حتى الخط نتاع الملعب كان يعني ساعدنا في يعني اتخاذ القرار انه كانوا تقريبا على نفس الخط. هنا هجوم توزيع على النجم المتلوي، عاطف تخيلي يلعب الكره تلمس يد خليل قصاب، هنا اليد كانت يعني الكره جات بصفه فجائيه من مسافه قريبه، اليد كانت يعني لاصقه للجسم ولا وجود لاي خطا ولا وجود لضرب جزاء، قرار سليم من الحكم اسامه رزق الله. هنا لقطه الهدف الثاني للنادي الافريقي، تنشوفوا لحظه تمرير الكره في اتجاه احمد خليل، عاودوا نشوفوا هنا لحظه التمرير، احمد خليل كان في موقف سليم وبالتالي لا وجود لتسلل وقرار سليم من المساعد حسن عبد العال بمواصله اللعب وهدف سليم للنادي الافريقي. هنا ملاحظه للحكام الرابعين في عمليه يعني التغيير. هنا اللوحه هذه يعني توري الارقام ينجموا يشوفوهم اللاعبين ويشوفوهم كذلك الصحفيين والجماهير. شفنا في بعض الملاعب الاخرى انه اللوحه تكون ارقام بركه. هنا نطلب من الحكام الرابع خاطر علاش رفع اللوحه؟ يعني اعلام للاعبين باش تصير عمليه يعني شكون باش يخرج شكون باش يدخل، كيف كيف يلزم للصحافه وللناس اللي تتفرج في ديارها زاد تشوف الارقام وتعرف شكون دخل وشكون خرج، وهكا نسهلوا لهم يعني حتى خدمه يعني الخدمه للاعلاميين. لفت نظر يعطيك الصحة مراد. كانت هذه المافيولا لليلة، الختام باش يكون بخبر أليم وحزين، فقدة الساحة الرياضية في هذا الأسبوع اللاعب المنتخب الوطني التونسي أواسط ولاعب جمعية أريانا اللاعب الشاب عزيز التواتي في عمر صغير 19 سنة بعد صراع مع المرض الله يرحمه وينعمه. كاميرا الأحد الرياضي كانت حاضرة في جنازة عزيز الله يرحمه حسام غراد. علي حراثي، نضال عروة. يا ولدي يا عزيز عليا نحبك ديما قريب ليا، يا ولدي يا نور عليا تفكرني وطل عليا. مانيش مصدق واحد صدم صاحبه كان يرى فيه ديما بحده نلعب ونفتكم بعضنا، واحد قام الصباح يلقى واحد صاحبه كبر معاه شاب كبيرة وصاحبنا وأخونا وأكثر من أخوه الله يرحمه. هذيك هي الدنيا، إن شاء الله ربي يرحمه وإن شاء الله من دينته للجنة إن شاء الله. كان يبدأ معايا عزيز معناها صاحبي بالقديم، هذا في السعودية بدنا مع بعضنا صاحبي علق إن شاء الله ربي يرحمه. وما بيا تحكي علي بيك في سهرك أنا سهرت. شوق كبير كليناه الله يرحمه، ما احنا ناس مؤمنين بربي مؤمنين بقضاء ربي وهيك اللي كتب ربي. الله غالب معناها مرض صغير في عز شبابه وفي عز عطاء، ومعناها لاعب منتخب وطني اواسط اساسي في فريق كرة الاكابر. احنا عندنا اولادنا كيف كيف يحبوه، وعندنا النخبه نتاعنا وعندنا حتى برشا جمعيات. انا حتى جيت تونيا انه تبارك الله عليه معناها مقبول في برشا جمعيات وعنده علاقات باهيه مع اللاعبين الاخرين. ربي يرحمك هو ربي يرحمه. معنا ما مش تحكي سن 19 سنه خسرنا شاب من شباب تونس، متالق قلق وبطبيعه الحال موجود في ليكيب ناسيونال، نتالموا الناس كل وجيع على الناس كل ومحبوب زاد اكثر من هذا، وانه وليد محبوب عند الناس كل ربي يرحمه وينعمه ويصبر عائلته. توحشتك حتى كي تبدا قدامي وماذا بيا ما تخيبش عن خيالي، يا كبدي يا ولدي ارجعني وعناكم. الله يرحمه وينعمه عزيز تويتي، شوية كبيرة كابتن. والله كهو الله يرحمه ويصبر والديه، ولو هو شوية أكثر وكان عنده مستقبل واعد جدا. هذا هو هذيك هي معناها تلك هي الحياة، وربي مرة أخرى صبر بوه والدته وإخواته والناس الكل، وحتى المنتخب معناها حتى الوليدات في المنتخب الكل متأثرين وكهو تلك هي. أكيد مصدومين عربي الزملاء أكيد يعني الحقيقة كما قال الكابتن هذه مشيئة ربي، معناها ما نجموش نعترضوا.
الملاعبي كان عنده أحلام وكان عنده طموح باش يوصل ويكبر ويتدرج فيها سنين في المنتخب نتاعنا ويولي كبر. للأسف معناها انتهيت قصته مع الحياة. إن شاء الله ربي يصبر عائلته ويصبر أمه وأبوه، أكيد معناها مرارة كبيرة وجاعة كبيرة. إن شاء الله ربي يكون في عونهم وإن شاء الله ربي يرحمه ويغفر له. إن شاء الله هذيك هي معناها نهاية الأحزان. خالد تعرفوا أنت كنت في المنتخب عزيز، الله يرحمه ويصبر عائلته، ما هذيك الدنيا. مناسبة حضور الوالي وبرشا وجوه معروفة، علاش لا نهج باسم عزيز وإلا ملعب باسمه تخلي حتى دورة الذكرى، علاش لا؟ يعني لفتة كان لاعب واعي نعرفوا ريانا عندها برشا، ما خرجش ملاعبية يعني في مستوى عالي، مالوريزمون نادي كبير لكن الظروف نتاعو ماشي هي. عزيز كان يعني ملاعبي عنده مستقبل كبير، إن شاء الله ربي كيما قلنا ربي يرحمه ويصبر عائلته. لفتة باهي علاش لا نخلدوا الاسم نتاعو. نصيف مع الاسف الله يرحمه، ننهيو بهالخبر الحزين. الله يرحمه وينعم ويصبر اهله كاو. بالله فما انت تكلمت في وسط الحصه على مباراه حمام الانف والسيمان، علاش ما تعدادش في المياه فيولا؟ خاطر تو جاوني قالوا لي علاش ما تتكلمش عليها الحكم؟ خسرناها خاطر ما سمعوش. نزيدوا نقولوا لهم راه فما قانون اللي معناه المباريات اللي ما تتعداش غير منقوله تلفزيا مباشر راه ما تصيرش فيها الواحد، ولهذا السبب معناه ما صارش حمام الانف اكثر ولا اقل. اي لا ما خاطر فسرناها برشا مرات بطبيعه ما يسالش نعاودوا نذكروهم. شكرا لك كابتن، شكرا عربي، شكرا خالد، شكرا نصيف اللي كنت حاضر معنا اليوم. نشكركم على حسن المتابعه والاهتمام، والى اللقاء الاحد المقبل ان شاء الله. ما تنساوش الاربعاء الرياضي ومباريات الجوله 19. تصبح على خير.